مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من كلام في السياسه. الحقيقه حلقه النهارده الموضوع بالغ الاهميه وموضوع يهم كل المصريين. 100 مليون مصري معني بالكلام في هذه الحلقه. 100 مليون مصري مهم انه يتعرف على وجهات النظر المختلفه في هذه الحلقه. حلقه النهارده احنا هنتكلم على قانون الاجراءات الجنائيه، أو ما عرف واصطلح عليه إعلاميا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. الكام يوم اللي فاتوا أو الفترة اللي فاتت كان في حراك إيجابي للغاية لأي حد بينظر لهذا البلد على إنه بلد قانون ودستور. كل المؤسسات تباشر دورها في محدداتها القانونية والدستورية. الكل يبغي الصالح العام من وجهة نظره، وفي الآخر الرأي ما هواش حكر على فرد أو جهة أيا كان، ده الرأي. لكن في مؤسسات في الآخر دستورية. لما بنتكلم على قانون الإجراءات الجنائية في ناس هتقول وإيه ليه نعمل التعديل دلوقتي؟ التعديل دلوقتي لأن القانون اللي كنا ماشيين عليه من سنة 1950، يعني مر عليه 74 سنة، اتغير المجتمع ده وتغير العالم كله وتغيرت الدنيا كلها. يعني الناس اللي كانوا بيتفرجوا على المسلسل بتاع عمر أفندي، القانون القديم ده كان من أيام دياستي كده، فكان لازم التعديل. نقابة المحامين كان ليها وجهة نظر، البرلمان استمع، نقابة الصحفيين ليها وجهة نظر، تم الاستماع في سجال، في نقاش، الحوار الوطني ليه رأي، هنسمع كل وجهات النظر.